لا يستطيع العلم تفسير كل شيء. على الأقل الاكتشافات التي سنعرضها في هذه الحلقة لم يستطع العلم تفسيرها أبدا. أغلب هذه الاكتشافات متعلقة بالحضارات القديمة التي حكمت الأرض، فبواسطة العلم الحديث استطعنا معرفة الإمكانيات الموجودة في تلك الأزمنة. ولكن في نفس الوقت يكتشف العلماء يوما بعد يوم أمورا تدفعهم للتفكير مرة أخرى في الفرضيات التي وضعت حول إمكانيات تلك الحضارات. لمعرفة التفاصيل تابع الفيديو للنهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل، اضغط على زر لايك، كبر الشاشة، وننطلق سويا. كهوف لونغيو. في طرف من أطراف الصين تقع هذه الكهوف، تحديدا بالقرب من قرية تشيان بيجين، وهي كهوف غير طبيعية، أي أنها بنيت بواسطة البشر، وقد نالت شهرة واسعة بسبب الغموض الذي تحتويه. فعند رؤيتها للوهلة الأولى يبدو أنه تم إنشاؤها حديثا. تم اكتشاف هذه الكهوف لأول مرة عام 1994، وقامت الحكومة الصينية بتجهيز المكان وتزيينه بالأثاث لجذب السياح. وعندما بدأ العلماء في دراستها تبين أنها نحتت قبل 3000 سنة من الآن، أي قبل الفترة التي نشأت فيها حضارة الصين القديمة. اليوم يعتبر من شبه المستحيل بناء شيء مماثل حتى بالاستعانة بالمعدات الثقيلة، وهذا يعني أن الآلاف من العمال ظلوا يعملون في بناء هذه الكهوف ليلا ونهارا، ولم يتوصل العلماء حتى الآن إلى معرفة المدة الزمنية التي استغرقت في البناء. تم نحت الجدران بطريقة موازية كما يظهر أمامك في الصور، وأما الأعمدة فتعتبر أكثر شيء مثير للتساؤلات، فقد تم نحت كل عمود من صخرة واحدة، وبعد ذلك نوقشت عليها الكثير من النقوش المتقنة. وكما نعلم فإن إيصال الإنارة إلى تلك الأماكن كان صعبا للغاية، فلم تخترع المصابيح بعد، بل كانوا يستعينون بالنار لفعل ذلك. اليوم قامت الحكومة بتركيب المصابيح هناك، وإذا تم إطفاؤها فإن المكان يظلم بشدة حتى في النهار، فقد صممت بطريقة لا تسمح لأشعة الشمس بالدخول إليها. فكيف استطاع البناؤون إنجاز هذا العمل الضخم؟ كل هذه التساؤلات لم يجب عليها حتى الآن، ولا أحد يعرف من الذي قام ببنائها. وعندما عثر عليها لأول مرة كانت مغمورة بالمياه عن آخرها، ما يعني أن الكثير من الآثار دمرت بسبب ذلك. والدليل المتبقي لدينا والذي قد يجيب عن بعض الأسئلة هي النقوش الموجودة على الجدران، ولكننا للأسف لم نستطع حتى الآن فك رموزها. عملة المين أو المين بيني. تعرف هذه العملة أيضا بعملة جودارد، وتعتبر واحدة من أهم العملات القديمة. تم صك هذه العملة في النرويج عام 1100 للميلاد، والغريب بشأنها أنه عثر عليها في ولاية مين الأمريكية عام 1957، فهي عملة أوروبية وصلت إلى قارة أمريكا قبل اكتشافها من قبل كريستوفر كولومبوس ب400 عام. فخرجت عدة نظريات تفسر ذلك، منها أن النورمان وصلوا إلى هناك قبل الاكتشاف الرسمي للقارة، ولكن لا أحد يصدق ذلك، لأنه لو حصل هذا بالفعل لوجدنا أشياء كثيرة تنتمي إلى هذه الشعوب غير هذه العملة. ويقال أيضا أن الفايكنجز هم من أوصلوا هذه العملة إلى هناك، فمن المؤكد أنهم وصلوا إلى هناك مبكرا. ولكن المختصين ينفون هذه النظرية أيضا، لأن الفايكنجز في تلك الفترة لم يفكروا أصلا في عبور المحيط واستكشاف أراض جديدة، فقد كانوا في تلك الفترة لا يزالون يعيشون حياة بدائية. والبعض يقولون أن شخصا أوروبيا حملها إلى هناك، ولكن تم نفي هذا الأمر أيضا. ويقول آخرون أن شخصا ما قام بتقليد هذه العملة مؤخرا وأضاعها هناك، وفي النهاية لا أحد يعلم الحقيقة أبدا. جسم غريب،
عثر عليه في بحر البلطيق. عام 2011 عثر مجموعة من الغواصين السويديين على جسم غريب في أعماق البحر بواسطة تقنية السونار. في البداية ظنوا أنه قطعة حطام طائرة أو سفينة، ولكن بعد فحصه صدموا جميعا، فقد كان جسما غير مألوف أبدا، ولكن في نفس الوقت بدا وكأنه مصنوع من قبل الإنسان. فبعد ذلك تم نشر صوره على الإنترنت، وأطلقت عليه تسمية جسم بحر البلطيق الغريب. بعد دراسته تبين أنه صنع قبل 14,000 عام. هذا الشيء مستدير الشكل، ومن أحد جوانبه مقصوص على شكل باب، والصور ثلاثية الأبعاد تظهره وكأنه جسم طائر. عندما فحصوا المكان الذي عثر فيه على هذا الشيء وجدوا طريقا بطول 300 متر تقريبا، وكأن هذا الجسم سقط على الأرض وتحطم هناك وانزلق مسافة 300 متر مكونا ذلك الطريق. وافترض البعض أيضا أنه قد يكون جزءا من معبد قديم، وهذا الطريق تم شقه لهذا الغرض. وبعد مرور الأزمنة غمرت مياه البحر هذا المكان، ولكن كالعادة لا أحد يعلم الحقيقة. الصخرة الغامضة من بحيرة وينيساوكي. يتردد الناس حتى عند التحدث عن هذا الشيء، لأنه لا يوجد أحد يمتلك معلومات كافية عنه، ويعد واحدا من الألغاز الغامضة التي ما زال المهتمون يسعون إلى حلها. هذه الصخرة تم العثور عليها لأول مرة عام 1872 في بحيرة وينيساوكي في ولاية نيو هامبشير الأمريكية، عندما كان العمال يبنون قنوات للصرف الصحي. والانطباع الأول الذي تركه عند أولئك العمال أن هذه الصخرة بدت وكأنها تمثل الكثير من الديانات والثقافات في آن واحد. في عام 1994 بدأ العلماء يدرسونها مجدداً، وحاولوا فك رموز النقوش التي تحتويها، فاكتشفوا أنه مثقوب من الأعلى إلى الأسفل بدقة متناهية، والثقب متقن لدرجة أننا لا نستطيع اليوم فعل شيء مشابه حتى بواسطة المثقاب. فكيف استطاع البشر فعل ذلك قبل آلاف السنين؟ بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من الرسومات والرموز التي لم يتوصل العلماء حتى اليوم إلى معرفة معانيها. وبالنسبة للعلماء فهذا السؤال لا يزال سؤالا ثانويا، لأنهم لم يتوصلوا إلى معرفة عمر هذه الصخرة حتى، وقد لا يستطيعون معرفة ذلك أبدا مهما حاولوا. إشارة واو. عندما حل الظلام في ولاية أوهايو الأمريكية في 15 عام 1977، رصدت الأجهزة الموجودة في أحد المراصد الفلكية إشارات غريبة قادمة من الفضاء، واستمرت لمدة 72 ثانية. كان ترددها أقوى من الإشارات العادية بثلاثين مرة، فقام الفلكيون هناك إلى ترجمة هذه الترددات إلى ترددات رقمية ليسهل فهمها. وعندما حاولوا فك شفرتها كانت ردة فعل الجميع أنهم دهشوا جميعاً وتلفظوا بكلمة واو في آن واحد. ومن تلك اللحظة تم تسميتها بهذا الاسم. وكان سبب هذه الدهشة أنهم اكتشفوا أن هذه الإشارات قادمة من العنقود النجمي M55، ولكننا لا نعرف حتى اليوم من الذي يعيش هناك ومن الذي قام بإرسال هذه الإشارات. ولو أرسلت هذه الإشارات مرة أخرى لعرفنا الموقع الدقيق لمكان إطلاقها، ولكن للأسف لم ترسل سوى مرة واحدة فقط. هذه الإشارات كانت قوية جدا، فقد بلغ ترددها 1320 ميجاهرتز، وهذا التردد يطلق بواسطة الهيدروجين. ولذلك تعتبر هذه الإشارة واحدة من الأدلة الدامغة على وجود حياة في الكواكب الأخرى غير الأرض. والجدير بالذكر أيضا أنه توجد ملايين الأنظمة الشمسية المحاطة بالهيدروجين بكميات كبيرة جدا، ولكن لم تصدر منها أي إشارة أبدا سوى هذه الإشارة. ولذلك فنحن لا نعلم الكثير عنها
لأنها لم تصلنا سوى لمرة واحدة فقط. تماثيل دوغو. تم صنع هذه التماثيل من الطين وتنتشر في دولة اليابان، وقد يعثر عليها أي شخص. سميت باسم دوغو، والتي تعني باليابانية التماثيل الطينية. حتى الآن تم العثور على أكثر من 18,000 قطعة. أحدث هذه القطع يصل عمرها إلى حوالي 2000 عام، وأقدمها يصل إلى 10,000 عام. يعتقد الكثيرون أنها صنعت من قبل السكان القدماء لليابان، ولكن لا أحد يعلم سبب صناعتها. وأحدث نظرية حول هذا الموضوع مفادها أنها تماثيل لبشر عاديين، وصنعت لنشر الطاقة الإيجابية أو ما شابه. فاليابان القديمة كانت تدين بديانة الشينتو، والذي كان معتنقوها يعتقدون بمثل هذه الاعتقادات. ولكن المعضلة أن هذا الدين قديم جدا، فقد عثر على تماثيل حديثة نسبيا من هذا النوع يصل عمرها إلى 2000 سنة فقط. أما البعض فيقولون أن هذه التماثيل لا تشبه البشر أبدا. فمن المرجح أن الفضائيين زاروا اليابان القديمة وأعطوهم هذه التماثيل، ولكن لا أحد يمتلك دليلا دامغا على حجته، وقد لا نستطيع معرفة ذلك أبدا، لأن الفجوة الزمنية بين هذه القطع كبيرة جدا. فبعضها كما قلنا يصل عمره إلى 10,000 عام، والبعض الآخر إلى 2000 عام فقط. أخبرونا أنتم عن آرائكم عن هذه القطع في التعليقات. لوح الأبراج الفلكية الخرساني. تم إطلاق هذا الاسم مؤقتاً على لوح تم اكتشافه في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية. تم نقش بعض العلامات الفلكية على هذا اللوح، ومهما كان محتوى هذه النقوش لم يعلق العلماء عليها حتى الآن. وجد هذا اللوح على عمق قريب نسبياً من السطح، فافترضوا أنه تم إنشاؤها حديثاً ودفنها هناك لإثارة الجدل لا أكثر، ولكي يقال عند العثور عليه أنه دفن في ذلك المكان منذ آلاف السنين. وكما ذكرنا فهذا اللوح يحتوي على رسوم لعلامات الأبراج الفلكية، ومن الممكن أنه تم استخدامه لمعرفة المواقيت في الأزمنة الغابرة. ولكن العلماء الذين عثروا عليه لم ينشروا عنه أي معلومات مفيدة حتى الآن، ولذلك يعتبر واحدا من الألغاز التي لم تحل حتى الآن. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات. ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.